وزارة الزراعة أعلنت امبارح إنها انتهت من إعداد تقاوي القمح اللي هيتزرع فيه الموسم الجديد بمشروع مستقبل مصر الزراعي في شهر أكتوبر اللي جاي. التقاوي دي من التقاوي المحسنة اللي ليها إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على مصر وشعب مصر ورئيس مصر. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. نتكلم عن اعداد الوزاره لتقاوي القمح الخاص بمشروع مستقبل مصر للموسم الجديد. بدايه يعني انا بحب انوه ان الاداره المركزيه لانتاج التقاوي في وزاره الزراعه هي الجهه الوحيده الحكوميه المنوط بها انتاج التقاوي المعتمده او التقاوي المحسنه عاليه الجوده وعاليه الانتاجيه. والاداره المركزيه لانتاج التقاوي بتعمل وفق سياسات ومعايير الدوله ومؤسساتها، واحنا الحمد لله في وزاره الزراعه متمثله في الاداره المركزيه لانتاج التقاوي ماشيين على خطى ثابته وخطه استراتيجيه تم وضعها قبل افتتاح مشروع مستقبل مصر. مشروع مستقبل مصر ده من الحاجات الاكثر تميزا من الناحيه الزراعيه، وانا بقول دايما ان مشروع مستقبل مصر ده كنز لانتاج التقاوي وتوزيعها على المزارعين وزيادة نسبة التغطية اللي بحقول المزارعين بالتقاوي المعتمدة عالية الجودة والإنتاجية، وللحد من الاستيراد القمح وهو المحصول الاستراتيجي رقم واحد على مستوى العالم، وده الأمن الغذائي، والأمن الغذائي دلوقتي بقى من الأمن القومي بتاع البلد. فمشروع مستقبل مصر يعتبر نواة أساسية ومتميزة وفعالة في إنتاج التقاوي المعتمدة في مصر يا فندم. إحنا بدأنا التعاون مع المشروع منذ انطلاقه من 2018، ووصلنا إلى قمة التعاون هذا العام. كان لدينا 17,392 ألف فدان إنتاج تقاوي معتمدة في المشروع، وإحنا بدأنا مبكرا ولأول مرة في تاريخ الوزارة نبدأ مبكرا في إعداد التقاوي المحاصيل الشتوية، وكانت البداية للتقاوي المخصصة للمشروع مشروع مستقبل مصر. وزي ما قلت لحضرتك إن هذا المشروع يعتبر فعلا من المشاريع العملاقة في المشاريع الزراعية العملاقة في تاريخ مصر، وإحنا إن شاء الله في وزارة الزراعة بنعتمد عليه اعتماد في السنوات القادمة اعتماد كلي في إنتاج التقاوي المحسنة، التقاوي المعتمدة، التقاوي عالية الجودة والإنتاجية في مختلف المحاصيل، وأهمها طبعا محصول استراتيجي الأول هو محصول القمح. طيب دكتور حاتم، بعد التحية، يعني هل في اختلاف، أهلا بحضرتك، هل في اختلاف بين تقاوي هذا العام وتقاوي الموسم الجديد؟ لا يا فندم، احنا كل الاصناف اللي عندنا لمحاصيل القمح احنا بنتبع السياسه الصنفيه في زراعه الاصناف وتوزيعها على المزارعين. الاداره المركزيه كل الشغل بتاعها وكل التقاوي المختلف المحاصيل المنتجه عن طريق الاداره المركزيه دي جايه من معهد المحاصيل الحقليه، وانا بشكر الزملاء في معهد المحاصيل الحقليه في جميع البرامج التربيه، هم اللي بيستنبطوا الاصناف وبينتجوها، واحنا الاداره المركزيه بتعمل على اكثرها وتوزيع المزارعين. احنا لدينا في مشروع مستقبل مصر على سبيل المثال كان عندنا اصناف متميزه سخه 95، وعندنا 171، وعندنا مصر 3، وعندنا مصر 1، من الاصناف المتميزه والاكثر تميزا كمان على مستوى الجمهوريه، وهذه الاصناف تعتبر اصناف مقاومه للظروف البيئيه المتباينه من امراض وحشرات ودرجات حراره عاليه وقله مياه، وبالتالي احنا ماشيين تبع السياسه الصنفيه والخريطه الصنفيه لمختلف المحاصيل، ماشيين مع المعاهد البحثيه المختصه في مركز البحوث الزراعيه. كل الاصناف اللي طلع جديد سواء كانت اصناف او وجن الاداره المركزيه هي المنوط بها انتاج التقاوي المعتمده وتوزيعها للاخوه المزارعين. عظيم. دكتور حاتم، زي ما حضرتك ذكرت احنا عندنا اصناف كثيره وهي بالفعل عاليه الانتاجيه، لكن احنا برضو بنعمل على تحسين هذه الاصناف. حضرتك ذكرت مصر 1 و2، بني سويف، سوهاج، سويس 14 وخلافه. هل النوع الجديد تم اختيار اسم ليه؟ لا، احنا عندنا الحاجات اللي ان شاء الله اللي هتكون لاول مره يتم اكتشافها في الاداره المركزيه لانتاج التقاوي بعد تسجيل الاصناف واعتمادها من الاداره المركزيه للفحص واعتماد التقاوي. مصر 4 عندنا، وعندنا بني سويف 7 وبني سويف 8، وعندنا سدس 14، وفي طريق التسجيل سدس 16. فعندنا عديد من الاصناف المتميزه سواء كان اقمح مكرونه او اقمح خبز،
ونتمنى الخير للبلد طبعا. والإدارة المركزية زي ما قلت لحضرتك في البداية بتعمل وفق سياساتها ومعايير الدولة ومؤسساتها، بمعنى ان احنا جائحة كورونا دي اظهرت للعالم مدى رؤية فخامة الرئيس في الاعتماد على السواعد المصرية، في الاعتماد على النفس، في الاعتماد على الذات، عشان يبقى ان احنا الكلمة العليا في 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 قراراتنا وفي سياساتنا وما نعتمدش على الغير. ده كانت رؤية ثاقبة من فخامة الرئيس. واحنا القطاع الزراعي ممكن كما ذكر معالي الوزير اكثر من مرة ان القطاع الزراعي بيشهد دعم غير مسبوق من فخامة الرئيس ومن كل الجهات. وانا يمكن حضرتك متابع الاخبار ان ملف التقاوي بيشهد حاليا طفره صحيح. في الدعم المالي والدعم المعنوي من جميع الجهات الحكوميه في البلد. طيب يا فندم، لو توضح لنا ايه هي عمليه الغربله اللي بتقوموا بيها والاعداد لتقاوي محصول القمح، هل احنا عندنا محطات للغربله في كل محافظات الجمهوريه؟ الاداره المركزيه لانتاج التقاوي لديها 14 محطه اعداد غربله على مستوى الجمهوريه، متوزعه من كفر الشيخ مرورا محافظات الدلتا الى محافظات الصعيد، واخر محطه عندنا في محافظه اسيوط. واحنا تم عمل اسناد للانتاج الحربي لانشاء محطه في سوهاج، وجاري الاعداد لدراسه انشاء محطه غربله واعداد في شرق عوينات. محطتنا احنا على كفاءه عاليه، واحنا جاهزين للبدء. وزي ما حضرتك ذكرتي احنا بدانا بالفعل اعداد تقاوي الموسم الجديد بتقاوي مشروع مستقبل مصر. محطات الغربله الحمد لله زي ما قلت لمعاليك ان هي 14 محطه اعداد على مستوى الجمهوريه. هذه المحطات بتقوم باستلام الخام، تقاوي الخام اللي جايه من المزارعين والمتعاقدين والجهات المتعاقد معاها الاداره المركزيه، وبتبدا بتدخل في مراحل البروسيسنج سيدو او السيد بروسيسنج في تجهيز عمليات التقاوي. بتدخل على محطات الاعداد وبتاخد كذا مرحله من المراحل حتى نتمكن من الحصول على عبوه بها عناصر الجوده، وبنحقق عناصر جوده التقاوي من التقاوي اللي طالعه بتبقى خاليه من الامراض والحشرات وذات محتوى رطوبي مناسب والى اخره. الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي هي الشريك الاساسي في اعتماد هذه التقاوي وهذه العبوات حتى تصل الى المزارع في المنافذ التابعه للوزاره. تمام، دي نقطه مهمه جدا يا فندم. وفق الخريطه الصنفيه دكتور حاتم دلوقتي، الاصناف الجديده اللي تم استنباطها دي هتوزع فين بخلاف مستقبل مصر؟ هتوزع فين؟ في اي محافظات؟ وانتاجيتها كمان عامله ازاي؟ يعني الفدان هيجيب كام اردب؟ ده المهم. زي ما ذكرت لحضرتك في البداية ان احنا بنعمل وفق السياسة الصنفية والخريطة الصنفية في توزيع الاصناف الجديدة. احنا لدينا 270 منفذ على مستوى الجمهورية، يعني الاقماح الـ على سبيل المثال اقماح المكرونة بتجوز زراعتها في صعيد مصر، اقماح الخبز في وجه بحري، وبعض الاصناف عندنا بتجود على مستوى الجمهوريه زي مثلا 171 ومصر واحد ومصر ثلاثه، السنه دي في وساخه 95. بيتم التوزيع طبقا للسياسه الصنفيه والخريطه الصنفيه لمحصول القمح على مستوى الجمهوريه من خلال المنافذ التوزيع التابعه للاداره المركزيه لانتاج التقاوي على مستوى الجمهوريه ومديريات الزراعه واتحاد المجالس الزراعيه والارشاد الزراعي والتعاون الزراعي. صراحه في يعني تعاون بناء بين الجهات الحكوميه بالوزاره، ويمكن انا يعني بشكر كل هذه الجهات. والسنه دي احنا يعني احنا كنا مستهدفين كمية محددة من التقاوي. بعد زيارة معالي الرئيس وتوجيه سيادة فخامة الرئيس لمشروع مستقبل مصر وتوجيهاته بزيادة نسبة التغطية من المحاصيل او الاصناف عالية الجودة والانتاجية، زودنا انتاجنا السنة دي ان شاء الله. وبعد انتهاء موسم استلام الخام ان شاء الله احنا هنبلغ حضراتكم بالكميات اللي استلمناها وهتغطي النسبه اللي هتغطيها ان شاء الله يا فندم. فان شاء الله يعني الخير قادم باذن الله تعالى ان شاء الله. كل الشكر ليك يا فندم دكتور حاتم ابراهيم رئيس الاداره المركزيه لانتاج التقاوي، شكرا جزيلا ليك.